هذا ويتوالى وصول وفود الدول الإفريقية المشاركة في القمة إلى قاعدة أندروز بولاية ميريلاند. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الـ20 كعضو دائم خلال القمة. وتأتي هذه الخطوة بعد طلبات من رئيس الاتحاد الإفريقي، بينما تعد جنوب إفريقيا العضو الوحيد في مجموعة الـ20 من إفريقيا.